بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله بالمحاضرة دي دراسة مقرر Engineering Statistics and Probability Theory، اللي هو بالعربي الإحصاء الهندسي ونظرية الاحتمالات. هنبدأ في البداية كده نتعرف على يعني إيه كلمة Statistics. طبعا Statistics ليها أكتر من تعريف، هناخد هنا تعريف اللي هو يعتبر أكثرهم شيوعا، يعني اللي هو بيقول إن الـ Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting data in order to make decisions. يعني هو العلم اللي بيهتم بتجميع البيانات وتنظيم البيانات وتحليل البيانات وتفسير البيانات بهدف ان انا اقدر اخد قرارات. يعني هو واضح كده طبعا من التعريف ان هو علم بيتعامل مع الداتا او مع البيانات. الداتا ممكن نقسمها لنوعين، اول نوع اسمه qualitative data، النوع الثاني اسمه quantitative data. الكواليتيتيف داتا اللي هي بالعربي ممكن نقول عليها البيانات اللي هي الكيفيه، انما الكوانتيتيف داتا هي عباره عن البيانات الكميه. فالكواليتيتيف داتا امثله ليها مثلا ممكن اقول اسماء الاشخاص، دي عباره عن كواليتيتيف داتا. ممكن اقول مثلا السمات بتاعت الحاجه، اللون بتاعها ايه، الحاجه دي لونها ابيض، الحاجه دي لونها احمر، دي عباره عن كواليتيتيف داتا. او ممكن نختصرها ونقول ان هي النون نيوميريكال انتريز، يعني الحاجات اللي هي او الداتا الغير رقميه. انما الكوانتيتيف داتا هي عباره عن مجموعه من النيوميريكس اللي هي الارقام اللي ممكن احصل عليها بالميجرمنت او بالكاونتس. يعني مثلا لو انا قست وزن حاجه معينه فالوزن ده هيطلع لي رقم، الرقم ده عباره عن كوانتيتيف داتا. لو انا مثلا عندي عدد من المنتجات او عدد من الستودنتس وعايز اعرف عددهم كام، فعدد الستودنتس او عدد المنتجات اللي عندي ده يعتبر ايه؟ يعتبر كوانتيتيف داتا. المثال البسيط ده يوضح لنا، لو انا مثلا عندي هنا مجموعه من الستودنتس والجي بي اي بتاعه كل ستودنت، فهنا مثلا ادي الاسماء بتاعه كل طالب وبعدين هنا دي الجي بي اي بتاعه كل طالب. مين فيهم بقى كوانتيتيف ومين فيهم كواليتيتيف؟ طبعا كوانتيتيف قلنا ان هو رقمي، فمعناها ان العمود ده هو عباره عن ايه، ده الكوانتيتيف، والعمود ده اللي هو فيه الاسماء ده عباره عن كواليتيتيف داتا. فبالتالي ده الكوانتيتيف داتا وده الايه، الكوانتيتيف داتا. طبعا علم الاحصاء بيتعامل مع النوعين، بيتعامل مع الكواليتيتيف داتا وبيتعامل مع الكوانتيتيف داتا، بس كل نوع من انواع البيانات دي بنتعامل معاه بوسائل مختلفه. هنتعلم إن شاء الله من خلال الكورس ده إزاي نتعلم مع أنواع البيانات المختلفة، وهنتعلم إن شاء الله أكتر من تول مفيدة جدا تساعدني على اتخاذ القرارات بناء على الداتا اللي عندي. إحنا بقى هندرس علم الاستاتيستكس ليه، يعني إيه أهمية دراسته؟ طبعا علم الاستاتيستكس من العلوم المهمة جدا واللي بتستخدم في كل المجالات، يعني في مجال الطب لازم بيستخدموها، في مجال الاجتماع لازم بيستخدموها، في مجال الهندسة لازم بنستخدمها. فإحنا هنا بما أننا بنتكلم عن الإحصاء الهندسي فهناخد مجموعة كبيرة من التطبيقات اللي ممكن نستفيد بيها من علم الإحصاء اللي بتفيدنا في اتخاذ قرارات في مجال الهندسة. يبقى مبدئيا كده لو قلنا why we study statistics هنقول to make better decisions، يعني أنا ممكن أخد قرارات بس القرارات دي مش هتكون سليمة إلا لو استخدمت العلم المناسب ليها. فعلشان اخد بيتر ديسيجنز لازم استخدم العلم المناسب للبيانات دي. فعلم الاحصاء هو العلم الوحيد المناسب لاتخاذ قرارات في حاله الانسرتن انفايرمنت. يعني ايه انسرتن انفايرمنت؟ انسرتن انفايرمنت يعني معناها لو انت بتشتغل في بيئه الداتا بتاعتها غير محدده فبتضطر ان انت تستخدم علم الاستاتستكس. بمعنى ايه غير محدده؟ أنا مثلا لو سألتك إن الإنسان ليه كام رجل؟ هترد ببساطة خالص وتقول لي ليه 2، فدي حاجة رقم معروف، ده يعتبر إيه؟ يعني ديترمينستيك نمبر أو رقم محدد. إنما لو أنا قلت لك طيب هو طول الإنسان كام؟ طبعا محدش خالص يقدر يجاوب على كلمة طول الإنسان. ليه طول الإنسان ما أقدرش أجاوب عليه؟ لأن هو متغير، يعني كل إنسان طوله غير التاني. لو أنا قست طول واحد معين ما أقدرش أقول إن هو ده طول الإنسان، فهمنا؟ فبالتالي لو أنا جيت أجاوب على السؤال مش هعرف أجاوب عليه إلا باستخدام علم الإحصاء. فهنعرف بعد شوية إزاي إن شاء الله نجاوب على السؤال ده. يبقى هو العلم ده أنا بتعلمه علشان أتعلم how to collect
بريزنت اند انالايز الايه الداتا، وبالتالي افهم الحاله اللي عندي كويس او افهم معلومه واضحه عن المنتجات اللي عندي، فبالتالي اقدر ايه اخد ايه قرار اذا كانت العمليه الانتاجيه بتاعتي دي مناسبه ولا غير مناسبه. طبعا العمل الهندسي مليء بالانسرتن انفايرمنت، يعني مثلا ببساطه خالص لو انت بتشتغل في مصنع معين، المصنع ده المفروض ان هو ينتج كميه معينه من المنتجات وينزلها في السوق، فالمفروض ان هو بينتج الكميه دي بطريقه من اتنين، اما ان هو بينتج طبقا لطلبات معروفه مسبقا يعني تعاقدات مع العملاء، وفي الحالات دي بتبقى ديترمينستك والطلبات دي بتبقى محدده القيمه، انما في معظم الحالات بيبقى الانتاج بناء على طلب متوقع، يعني المصنع وهو بينتج ما بيبقاش عارف كام زبون هيشتري. يعني مثلا لو اتكلمنا ببساطه كده عن اي مصنع للمشروبات الغازيه مثلا بيبسي او كوكاكولا او اي مصنع، المصانع دي وهي بتنتج هل بتبقى عارفه الديماند بالظبط بكام، الناس هتطلب كام منتج من المنتجات بتاعتها؟ اكيد لا، فبتبقى العمليه فيها جزء من التخمين بناء على هيستوريكال داتا، فهم بيجمعوا داتا وبيعملوا للداتا دي اناليسز وبيطلع منها بمعلومات بيقدر يستنتج هو الديماند تقريبا هيكون كام، وبالتالي الكميه اللي انا هنتجها تكون كام. فده مثال بسيط على استخدام الاحصاء في المجال الهندسي. طبعا في استخدامات لا حصر له وهنتعلم ان شاء الله بعد كده بالتفصيل. طيب من ضمن برضو الاستخدامات او من ضمن الحالات اللي ممكن تقابلك كمهندس وتضطر تاخد قرار فيها بناء على استخدام علم الاستاتيستكس، هو ان انا مثلا هفترض ان في انجينير وعنده مجموعه من الجنريتور سبورتس، فطبعا السبورت ده لازم يكون قوي علشان يستحمل الاحمال اللي هتاثر عليه، فعلشان هو يستخدم السبورتس دي لازم يكون عارف السترينث بتاعتها كام، يعني هي تقدر تستحمل قد ايه، فعلشان يعرف هي تقدر تستحمل قد ايه لازم يعمل اختبار يعرف منه الفيلير هيحصل عند ستريس قد ايه او عند حمل قد ايه. فبالتالي لو هو عايز يعرف كل السبورتس اللي عنده الاسترينس بتاعتها قد ايه، لو عمل الاختبار على كل السبورتس اللي عنده معناها ان هو هيختبر كل السبورتس وبالتالي كلها يحصل لها فيلير ومش هيلاقي بعد كده سبورتس يستخدمها، يعني الاختبار اللي عمله ده ملوش اي لازمه. فبالتالي علشان يتعرف بالظبط على الاسترينس بتاعه السبورتس دي بتساوي كام، هياخد سامبل من السبورتس دي وليكن مثلا هم 100 سبورت، هياخد منهم 2 او 3 يعمل لهم اختبار، وهيطلع من الاختبارات اللي هيعملها دي بداتا، الداتا اللي هياخدها دي هيقدر بناء عليها ياخد قرار اذا كانت السبورتس اللي عنده اللي هم الباقيين ال 98 اللي هم نوت تيست دول يستخدمهم ولا لا. فهمنا؟ يبقى هو قدر ياخد قرار في ال 98 سبورت بناء على الداتا او الاستاتستكس اللي هو جابها من ايه، من اختبار سامبل معينه مكونه من 2 مثلا في الحاله اللي انا شرحتها. طيب يبقى دي اهميه علم الاحصاء. علشان نتعامل مع علم الاحصاء لازم نتعرف على مجموعه مسميات كده مهمه جدا. اول مسمى هو البوبوليشن. البوبوليشن هو عباره عن ايه، او بالعربي بنسميه المجتمع. طبعا الترجمه بتاعتها المجتمع مش معناها ان هو مجموعه الناس اللي هم عايشين في مجال معين. المجتمع هنا او البوبوليشن مقصود بيه ان هو كل اليونتس اللي انا بدرسها، بمعنى ان انا مثلا لو بدرس طول الطالب في جامعه ام القرى كام، فيبقى البوبوليشن اللي عندي هو الطلبه الموجودين في جامعه ام القرى. طيب اليونت بقى اوف بوبوليشن دي، اليونت عباره عن ايه؟ اليونت هو عباره عن الستودنت، يعني لو انا بدرس طلاب مدرسه يبقى اليونت هو الطالب، انما البوبوليشن هو جميع طلاب المدرسه. حاجه ثالثه بقى اسمها سامبل. سامبل بالعربي يعني عينه. العينه دي بتبقى مجموعه من الايتيمز، ممكن تكون ايتم واحد او اكتر. يعني مثلا لو بصينا للرسمه اللي قدامنا دي فهتلاقي عندي كده عباره عن زي صندوق فيه مجموعه من اليونتس، دي لوحدها اسمها يونت ودي لوحدها اسمها يونت، انما كل اليونتس اللي جوه الصندوق دي كلهم كده على بعض ممكن نسميهم ايه، هم دول البوبوليشن.
لو انا عايز اعرف معلومه عن اليونتس او عن البوبيوليشن كله، الافضل ان انا اختبر كل البوبيوليشن. يعني مثلا لو عايز اعرف الوزن بتاع القطعه دي كام، هوزن القطعه دي لوحدها. انما لو عايز اعرف الوزن بتاع القطع دي كلها، البوبيوليشن ده كله وزن القطعه فيه كام، هضطر ساعتها ان انا اوزن القطعه الاولى والقطعه الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا لغايه ما ايه، اعرف كل الاوزان بتاعه البوبيوليشن كله. انما في بعض الحالات بتبقى دراسه البوبيوليشن كله عمليه مستحيله لعده اسباب. يعني ممكن مثلا البوبيوليشن بتاع ده يكون عدد اليونتس اللي فيه يكون عدد كبير جدا او عدد مثلا لا نهائي. يعني لو انا قلت لك انا عايز اعرف طول الانسان كام، وطبعا طول الانسان اللي هو على كوكب الارض معناها انك بتدرس عدد كبير جدا من الناس، واستحاله انك يكون عندك امكانيات انك تقيس ايه وتجمع كل الداتا دي كلها. فبالتالي احيانا بتكون دراسه البوبيوليشن مستحيله. في حالات تانية برضو تخلي دراسه البوبيوليشن مستحيله، إذا كانت عملية الدراسة بتستدعي إن أنا أعمل اختبارات متلفة. بمعنى إيه اختبارات متلفة؟ يعني لو قلت لك مثلاً اليونت دي هتتكسر عند حمل كام؟ فأنت بتعمل اختبار متلف، بتشد مثلاً اليونت دي بحمل متزايد لغاية ما تحصل عملية الكسر. فيبقى لو أنت عملت اختبار لكل اليونتس الموجودة في البوبيوليشن، معناها انك هتدمر كل اليونتس اللي عندك علشان تطلع الداتا. طيب انا بعد ما هدمر اليونتس دي كلها انا استفدت ايه بقى من الداتا؟ فهمنا؟ فلو الاختبار متلف يبقى استحالة ان انت تعمل دراسة لكل البوبيوليشن مرة واحدة، لانك هتكون اتلفت كل حاجة. برضو في حالات تانية بيبقى الاختبار مكلف جدا. يعني ممكن في حالات تلاقي ان اليونت دي علشان انتجها بتكلفني مثلا $1، انما علشان اختبرها اختبار معين مثلا اختبار صلادة ولا اختبار ايا كان، ممكن الاختبار الواحد بس يكلفني حوالي $1000. فطبعا لو انا عايز اتعرف على الداتا بتاعت البوبيوليشن ده كله، استحالة ان انا كل ايتم انتجته $1 اختبره $1000 علشان اعرف مواصفاته ايه. طبعا هتبقى عملية مكلفة جدا وغير منطقية. فهمنا؟ ففي حالات كتير بيبقى من الصعب بل من المستحيل ان انا ادرس البوبيوليشن كله. طيب بس انا عايز اعرف ايه هي مواصفات البوبيوليشن ده علشان اخد فيه قرار اذا كانت المنتجات دي مثلا مقبولة ولا غير مقبولة. ففي حالة ان انا بقدرش ادرس البوبيوليشن كله لاي سبب من الاسباب اللي انا قلتها، بضطر ادرس حاجة اسمها سامبل. السامبل دي بتبقى عبارة عن يونت او اكتر. يعني ممكن اقول مثلا ان انا هاخد الجزء ده وهاخد الجزء ده وهاخد الجزء ده، هختبرهم، يبقى التلات أجزاء دول هم عبارة عن إيه؟ عبارة عن سامبل. يبقى السامبل عبارة عن مجموعة من الايتمز اللي موجودة في البوبيوليشن المعين اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايز أدرسه. يبقى كده إحنا عرفنا يعني إيه كلمة بوبيوليشن، عرفنا يعني إيه يونت، عرفنا يعني إيه سامبل. طيب لما بيكون عندي بوبيوليشن معين، وليكن مثلا هنا نتعرف أكتر على البوبيوليشن، فأنا هنا عندي البوبيوليشن هو all students currently enrolled in school. يعني كل الطلبة اللي هم المسجلين في مدرسة هم دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن البوبيوليشن. طيب أنا عايز أدرس إيه؟ أنا عايز مثلا أعرف الجي بي اي بتاع الستودنت. يبقى الستودنت هو عبارة عن اليونت. يبقى البوبيوليشن مكون من مجموعة من اليونتس، المدرسة مكونة من مجموعة من الطلبة. كل بقى طالب من دول انا عايز اجمع عنه داتا. الداتا دي بسميها ممكن تكون variables او مجموعة من الكاركترستيكس اللي بوصف بيها اليونت اللي عندي. فممكن مثلا اكون عايز اعرف الجي بي اي بتاعت الستودنتس الموجودين في المدرسة دي، او عايز اعرف مثلا النمبر اوف كريديتس، او whatever بقى الكاركترستيكس اللي انا عايز اعرفها. فالمثال ده بيبين لي ايه هو البوبيوليشن. المدرسة اليونت بتاعتها عبارة عن طالب. طيب لو انا عايز ادرس المدارس اللي موجودة في دولة معينة، فساعتها هتبقى كل المدارس اللي موجودة هي البوبيوليشن، واليونت في الحالة دي هتكون هي السكول، طبعا مش هتكون ستودنت. طيب مثال تاني وضح لي برضو الفرق بين البوبيوليشن واليونت، هو لو انا عندي مثلا مصنع معين بينتج برينتد سيركت بوردز. فلو انا عايز ادرس البرينتد سيركت بوردز اللي تم تصنيعها خلال الشهر اللي فات،
فبالتالي كل الكمية اللي أنا أنتجتها خلال الشهر ده هي اسمها إيه؟ اسمها population. طيب اليونت بتاعتها عبارة عن إيه؟ أنا بنتج إيه؟ بنتج بوردز، يبقى البورد الواحدة هي عبارة عن اليونت، فبدرسها بطريقة معينة بحيث إن أنا أقدر أطلع منها داتا. الداتا دي مثلا ممكن تكون إيه هو التايب أوف ديفكتس، يعني أنا عندي مجموعة من البوردز أنتجتهم في خلال شهر معين، عايز أعرف هي العيوب اللي طلعت فيهم قد إيه. طيب كل واحدة كل بورد فيهم طلع فيها مثلا نمبر أوف ديفكتس قد إيه، اللوكيشن اوف ديفكتس المكان اللي بيطلع فيه الفيلير او العيب في البوردز اللي انا صنعتها. دي كلها بيانات محتاج ان انا اجمعها علشان اتعرف بيها على البوبوليشن. طبعا ليه بعرف البيانات دي؟ علشان لما انا هعرف البوبوليشن ده كويس هقدر اخد قرارات، يعني فين مثلا المناطق اللي محتاجه تحسين، ايه هو العيب اللي اتكرر كتير، فابدا ادور على اسباب حدوث العيب ده وعالجها، فبالتالي احسن من مستوى الجوده اللي عندي. هنا مثلا لما اجي ادرس السكول دي هعرف الجي بي اي بتاعت الطلبه، ومن خلال معرفه الجي بي اي انا اتعرفت على مستوى الطلبه، عرفت مستوى الطلبه مرتفع ولا مستوى الطلبه منخفض فينا، وبالتالي عرفت اذا كان عندي مشكله ولا لا، وازاي بعد كده ابدا ادور على اسباب المشكله دي ايه وازاي اعالجها فينا. فيبقى دراسة البوبوليشن وإن أنا أعرف داتا عنه دي بتساعدني على تحديد المشاكل اللي موجودة عندي، وبتساعدني كمان على تحديد فرص التحسين، هل أنا أقدر أحسن ولا لا، وأعمل إيه علشان أحسن. طيب المثال البسيط ده هيعرفني إزاي إن أنا أختار سامبل من البوبوليشن، بمعنى إن أنا لو عندي بوبوليشن معين وعايز اخد منه سامبل، السامبل دي لازم تتاخد بطريقه معينه بنسميها طريقه عشوائيه، بحيث انها تضمن لي ان مفيش تحيز لحاجه معينه. بمعنى ان انا مثلا لو عايز ادرس مدرسه معينه وعايز اعرف مستوى الطلبه فيها عامل ازاي، فممكن نقول ان المدرسه دي مكونه من مجموعه من الفصول، فلو انا عايز اعرف مستوى الطلبه اللي موجودين في المدرسه ما ينفعش اخد السامبل كلها من فصل واحد، فهمنا؟ يبقى السامبل دي هتبقى غير معبرة عن البوبوليشن، فأنا لازم آخد مجموعة من الطلبة بطريقة عشوائية من خلال جميع الفصول، بحيث إن هم يبقوا فعلا بيعبروا لي عن المدرسة بالكامل. طيب إزاي أختار بقى راندم سامبل؟ هناخد مثال بسيط كده يعرفني إزاي أختار راندم سامبل باستخدام راندم نمبر تيبل اللي هو موجود قدامي ده، هنعرف إن شاء الله دلوقتي بالتفصيل إزاي نستخدمه. بس هناخد المسألة دي، بيقول لي هنا 80 pumps، 80 pumps يعني عندي كام؟ يعني عندي 80 pump were manufactured last week. يبقى أنا بدرس مجموعة البامبس اللي هي were manufactured last week، يبقى دي عبارة عن البوبوليشن، هو كل البامبس اللي أنا أنتجتها في الأسبوع الماضي اللي هم عددهم كام؟ عددهم 80. فده كده مثال بين لي إن ده population والسايز بتاع البوبوليشن او النمبر اوف يونتس عباره عن 80. طيب ايه بقى المطلوب؟ بيقول لي يوز ذا تيبل اوف راندوم ديجيتس، التيبل اللي احنا شفناه من شويه، تو سيلكت سامبل اوف سايز ان ايكوال 5، يعني عايز اخد سامبل مكونه من 5 يونتس اللي هو هنا يعتبر 5 ايه؟ 5 بامبس من ال 80، تو carefully test علشان اختبرها كده بعنايه، لان الاختبار زي ما اتفقنا ممكن ياخد وقت وممكن ايه ياخد تكاليف، فانا مش هختبر الايه ال 80 بامب كلهم، لا انا هاخد منهم سامبل واحده بس، السامبل دي السايز بتاعها مكون من كام؟ من 5 يونتس، تو carefully test and recheck for possible defects before they are sent to the purchaser، يعني انا قبل ما هبعتهم للمشتري عايز اختبرهم علشان اتاكد من ان هم مطابقين للمواصفات. يبقى مبدئيا انا عايز اختار 5 يونتس اللي هي السامبل دي من ال 80 بس بطريقه ايه؟ بطريقه راندوم او بطريقه عشوائيه. طبعا ما ينفعش بقى ان يكون قدامي ال 80 وانا اختار منهم اقول هات لي دي وهات لي دي وهات لي دي، فالعمليه دي هيكون شويه فيها ايه؟ مش عشوائيه، لان غالبا الشخص لو كرر عمليه الاختيار وحطيت له نفس ال 80 غالبا هيختار نفس ال 5 يونتس اللي هو اختارهم من شويه. فاحنا عايزين عمليه الاختبار تكون لا تعتمد على شخص معين،
هو بيحب مثلا يختار يونت من الاول ويونت من الاخر ويونت من النص ويونت من النص اليمين ويونت من النص الشمال. لا، احنا مش عايزين ايه، نستخدم باترن او نمط معين لعملية الاختيار. عايزين عملية الاختيار تكون غير متحيزة، بنسميها unbiased او ممكن نسميها هنا ايه، random. طيب، فعلشان اعمل عملية الاختبار دي، هقول انا هرقم ال 80 بامب اللي عندي من 1 ل 80. هكتب كده على كل واحدة، دي رقمها 1، دي 2، دي 3 وهكذا. وبالتالي هيبقى انا عايز اختار 5 random numbers يكون واقعين في الرينج اللي هو من 1 الى 80. يعني لو انا اخترت random number طلع اكبر من 80 هرفضه. بس طبعا لازم الفايف نمبرز دول يكون مفيش فيهم تكرار. يبقى النمبرز اللي انا هختارها من الجداول اللي قلت عليها لازم يتوفر فيها مجموعة من الصفات. اول صفة انها تكون واقعة في الرينج بين 1 و80، اكتر من كده يكون مرفوض. طيب، الصفة التانية اللي لازم تكون متوفرة فيها هي ان ما ينفعش يكون في تكرار. يعني ما ينفعش مثلا اقول انا هختار البامب رقم 1 ورقم 2 وبعدين رقم 3 وبعدين ترجع تاني تختار رقم 2. هقول لك ما انت خلاص اخترت رقم 2 فما ينفعش تختارها مرة تانية. هنبدأ بقى دلوقتي نختار الـ random numbers، 5 أرقام عشوائية من الجداول اللي احنا قلنا عليها. لو رجعنا للجداول تاني، هي الجداول بالشكل اللي قدامنا ده. الجداول دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الأرقام زي ما احنا شايفين كده. مجموعة الأرقام اللي قدامنا دي ممكن نقسمها إلى صفوف وأعمدة، بمعنى إن ده كده الصف الأول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع وهكذا. وبعدين هنقسمها لمجموعة من الأعمدة اللي هي مثلا ده كده العمود الأول اللي هو فيه 1 و0 و6 و7 وهكذا، العمود الثاني اللي هو فيه 3 و4، العمود الثالث اللي هو فيه 0 و2 و9 وهكذا. يبقى الجدول ده قسمته إلى مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة. اللي هيحصل بقى إيه؟ إن أنا هختار رقم عشوائي يعبر عن الرو وعن الكولوم اللي انا هسحب منهم. يبقى بحدد الرو وبحدد ايه، الكولوم. فقلنا مثلا في المرة دي انا هختار الرو اللي هو السادس والكولوم اللي هو رقم 21، دول انا هبدأ منهم. فبالتالي لو رجعت كده للجدول تاني هتلاقي الرو اللي هو السادس ادي كده 1 2 3 4 5 6، يبقى انا هبدأ من الرو ده اللي هو السادس. وبعدين قلت ان الكولوم رقم 21، فادي لو عدينا كده 1 2 وهكذا، دول 4 و4 8 و4 12 و4 16 و4 20، يبقى هو ده رقم كام؟ رقم 21. يبقى انا هبدا من الرقم ده. طيب، انا عايز دلوقتي 5 ارقام يكونوا واقعين بين 1 و80. يبقى طبعا محتاج يكون عندي 2 digits، لان انا من 1 ل 80 معناها ان في احتمال يكون مثلا 11 12 كده، فانا محتاج 2 digits جنب بعض. فهاخد الرقم اللي موجود في العمود ال 21 والعمود الثاني اللي هو كام، اللي هو 22. فبالتالي هاخد الرقمين دول. يبقى اول رقم عشوائي ممكن نطلعه من الجداول دي هو رقم كام؟ 41. طيب نشوف هل 41 بيقع في الرينج اللي هو من 1 ل 80؟ ايوه، يبقى الرقم ده مقبول. بعدها اشوف الرقم اللي بعده اللي هو كام، 75. ادي 75، هل ده تنطبق عليه الشروط، بيقع في الرينج من 1 ل 80؟ ايوه، يبقى الرقم ده كمان مقبول. طيب ناخد الرقم اللي بعده اللي هو 91، هل ده بيقع في الرينج من 1 ل 80؟ يبقى لو كتبت هنا 91 اهو، نلاقي ان الرقم ده مرفوض لان هو خارج الرينج بتاعي. طيب نروح للرقم اللي بعده 75، نكتب كده 75، هل ده في الرينج من 1 ل 80؟ ايوه، في الرينج من 1 ل 80، بس في مشكله ان هو مكرر. احنا اتفقنا ان لازم يكون في الرينج من 1 ل 80 وكمان ما يكونش مكرر. يبقى الرقم 75 ده كمان هرفضه لانه ايه، مكرر. وبالتالي يبقى انا كده اخترت رقمين بس. اكمل لغايه ما اوصل لايه، 5 ارقام. الرقم اللي بعده اللي هو 19، هنكتب هنا 19، ايوه في الرينج من 1 ل 80 وكمان غير مكرر، يبقى الرقم ده كمان مقبول. كده وصلت لثلاث ارقام. اروح للرقم اللي بعده 69، ايوه مقبول. اروح للرقم اللي بعده 49، مش مكرر عندي وفي الرينج من 1 ل 80، يبقى ده كمان ايه، مقبول. يبقى انا كده طلعت بيه 5 ارقام عشوائيه، طبعا مفيش تدخل لاي انسان فيهم، دي 5 ارقام عشوائيه
ممكن انا بقى اروح اقول ايه، هات لي بقى الخمس ترمبات او الفايف بامبس اللي انا هختبرهم، هات لي البامب رقم 41 وهات لي رقم 75 و19 و69 و49. فهمنا؟ يبقى انا كده اتعلمت ازاي اختار مجموعه من الارقام العشوائيه او اختار سامبل عشوائيه راندوم سامبل من بوبيوليشن معين. طيب هل شرط ان انا اختار راندوم نمبرز من التيبل دي ولا في اكتر من طريقه تانية؟ في اكتر من طريقه. ده طبعا شرح ليه الارقام اللي انا حسبتها من شويه، ودي الارقام اللي وصلنا لها. ايه هي الطريقه التانية اللي ممكن اعمل بيها جنريشن لراندوم نمبرز غير التيبلز اللي عندنا دي؟ طبعا في برنامج كلنا تقريبا بنستخدمه اللي هو الاكسل، ده ممكن اعمل بيه جنريشن لعدد كبير جدا من الراندوم نمبرز. طيب علشان اعمل بقى جنريشن لراندوم نمبرز باستخدام برنامج الاكسل، هنيجي هنا ونقول مثلا ادي ده السيريال، ادي ده الرقم العشوائي الاول وده الرقم العشوائي الثاني وهكذا، وليكن مثلا انا عايز عدد 20 رقم عشوائي. فهنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا هنقول هنسمي ده اللي هو الراندوم، وهاجي هنا في السيل الاولى انا عايز اعمل جنريشن لراندوم نمبر. مجرد بس هنيجي هنا ونقول له ان الخانه دي بتساوي ار. بص مجرد ما كتبت ار اظهر لك بقى هو مجموعه من الفانكشنز فيها هنا راند. لو انا اخترت راند دي اختصار لراندوم، فلو انا اخترت الفانكشن دي هيجيب لي مجموعه من الراندوم نمبرز اللي هم اصغر قيمه فيهم صفر واكبر قيمه واحد. لا، انا عايز مجموعه الراندوم نمبرز اللي عندي تكون بتتراوح او موجوده بتوين الواحد والثمانين، فهختار الفانكشن اللي اسمها ران بتوين. فمجرد تعمل دبل كليك كده هيطلب منك تحدد البوتوم فاليو بكام والتوب فاليو بكام. فهنا البوتوم فاليو بواحد وبعدين هعمل كوما والتوب فاليو ب80. هقفل القوس كده، مجرد ما ادوس انتر هو عمل لي جنريشن لراندوم نمبر. لو انا طبعا عملت هنا دبل كليك كده ملالي هو بقيه الكولوم بمجموعه من الراندوم نمبرز اللي هي بتتراوح من 1 الى 80. فهمنا؟ يبقى دي كده طريقه ثانيه بقدر اطلع بيها او بعمل بيها جنريشن للراندوم نمبرز. يبقى كده عرفنا ازاي بختار راندوم سامبل، برقم البوبيوليشن اللي عندي وبعدين بعمل جنريشن لراندوم نمبرز باي طريقه من الطرق المتاحه، سواء عن طريق الايه الراندوم نمبرز تيبلز او عن طريق البرنامج زي الاكسل. وطبعا في زي ما قلنا في برامج كتير ممكن تعمل نفس الحاجه دي. طيب برضو طالما بندرس الاستاتستكس يبقى عايزين نعرف الفرق بين كلمه بارامتر وكلمه statistics. احنا عرفنا ان في حاجة اسمها population، خلاص اتعرفنا على population وتعرفنا على حاجة تاني اسمها sample. فلو انا كنت جبت معلومة معينة من sample فالمعلومة اللي انا طلعت بيها دي بسميها statistic، بمعنى ان انا لو عندي sample مثلا مكونة من 3 ارقام وليكن الثلاث ارقام دول هم عبارة عن 1 و2 و3، لو فرضنا ان انا خدت من السامبل دي معلومة معينة ان مثلا الافريج بتاع الارقام دي هو عبارة عن مجموعهم على عددهم، فواحد زائد اتنين زائد تلاتة يعني 6 على عددهم اللي هم 3 قيم هيطلع لي هنا 2، الافريج بيساوي 2. انا طلعت من المعلومة دي منين؟ من السامبل، فبالتالي الاتنين دي بقت عبارة عن ايه؟ statistic، او الافريج هنا عباره عن ستاتستيك وبنرمز له في الحاله دي بالرمز اكس بار. انما لو انا كنت حسبت الافريج من البوبيوليشن كله، يعني كنت اخذت كل الارقام اللي موجوده في البوبيوليشن، مش بس خدت منها سامبل مكونه من 3، لا انا خدت كل القيم اللي عندي، جمعت كل القيم وقسمتها على عددها كله وطلعت بايه رقم معين، وليكن مثلا بيقول ان الافريج بتاع البوبيوليشن الافريج بيساوي مثلا 2.1. فالافريج ده في الحاله دي بيبقى عباره عن ايه؟ عن بارامتر، وبنرمز له برمز مختلف عن السامبل. السامبل هنا انا رمزت له بالرمز اكس بار، او الاستاتستيك اللي جاي من السامبل رمزت له بالرمز اكس بار. هنا البارامتر اللي جاي من البوبيوليشن اللي هو برضه سميته افريج ده هسميه ميو. طيب ليه انا محتاج اعرف الفرق بين البارامتر والاستاتستيك؟ علشان بعد كده هنعرف بالتفصيل ان احنا ممكن من السامبل نوصف
البوبيوليشن او ممكن من البوبيوليشن نتنبأ بالسامبل. فطبعا هيبقى عندي، لو انا عندي سامبل وعايز اعرف البوبيوليشن او اوصف البوبيوليشن، هيبقى في الحاله دي عندي ستاتستيك وعايز اعمل منه ايه، تخمين للبارامتر اللي بيعبر عن البوبيوليشن بكام. فده ان شاء الله هنعرفه بعد كده بالتفصيل. احنا بس يكفينا ان احنا نعرف مجموعه التعريفات المهمه، وبعدين ان شاء الله هنستخدمها في المحاضرات اللي جايه. طيب ده مثال بسيط كده يوضح لي ايه الفرق بين البارامتر وبين الاستاتستيك. لو مثلا انا قلت ان a recent survey of a sample of 400 students، يبقى انا دلوقتي البيان ده او المعلومه دي واخدها منين؟ واخدها من سامبل مكونه من كام؟ من 400 student. السامبل دي طلعت منها انا بمعلومه ان الافريج ويكلي انكم فور ستودنتس هو عباره عن ايه؟ عن 300 دولار. فبالتالي ال 300 دولار اللي هي عباره عن الافريج دي، طالما ان انا جايبها من سامبل، فبالتالي دي هتكون عباره عن ايه؟ عن ستاتستيك. انما في الحاله دي مثلا بقول ذا افريج ويكلي انكم فور اول ستودنتس، انا في الحاله دي بقى بدرس كل الستودنتس، ما خدتش زي الحاله دي مثلا 400 ستودنت بس، انا درست كل الستودنتس وعرفت ان الافريج انكم بيساوي كام؟ بيساوي 500 دولار. فبالتالي ال 500 دولار اللي هي عباره عن الافريج دي في الحاله دي هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن بارامتر. لما هنيجي بقى ندرس علم الاستاتستيك، احنا هنقسمه الى تو برانشز. البرانش الاول بنسميه ديسكريبتيف ستاتستيك، البرانش الثاني بنسميه انفرنشال ستاتستيك. يعني بالعربي الديسكريبتيف اللي هي جايه من ديسكرايب او جايه من ديسكريبشن، اللي هي الاحصاء الوصفي، ان انا بيكون عندي حاجه وعايز اوصفها، مجموعه من البيانات وعايز اوصفها. انما الانفرنشال ستاتستكس دي بنسميها الاحصاء الاستنتاجي، ان انا لو عايز استنتج حاجه معينه، مثلا لو عايز استنتج الافرج بتاع البوبيوليشن بكام. يعني مثلا لو انا بسالك اقول لك هو متوسط طول الإنسان اللي هو موجود يعني حاليا بكام؟ فطبعا أنا مش هعرف أقيس الناس اللي موجودة كلها علشان أعرف الأطوال بتاعتها كام، وبالتالي المتوسط بتاعهم كام. ففي الحالة دي ببقى عايز أستنتج المتوسط. طيب أستنتجه بقى بناء على إيه؟ إن أنا هاخد سامبل مجموعة معينة من الناس وهقيس الطول بتاعهم كام، وهطلع بملحوظه معينه اللي هي مثلا الاكس بار بكام. فالاكس بار هنا بقت معلومه معروفه، ومنها هقدر استنتج هو البارامتر بقى او الميو بتاع البوبيوليشن بكام. فيبقى في الحاله دي انا بعمل عمليه ايه؟ استيميشن للبارامتر ده بكام بناء على الاستاتستيك اللي انا طلعت بيه اللي هو الاكس بار من السامبل اللي انا فحصتها. فده بنسميه inferential statistics او احصاء استنتاجي، ان انا بستنتج حاجه من خلال حاجه تانية. ده ببساطه هو الانفرنشال statistics، وهندرسه ان شاء الله بعد كده بالتفصيل. نفس الكلام برضو الديسكريبتيف statistics هندرسها بالتفصيل، بس احنا هنبدا بدراسه الديسكريبتيف statistics لانها اسهل شويه. فهو مجرد ان انا بيكون عندي مجموعه من الداتا، وبعدين مجموعه الداتا دي بعمل لها عمليه organization، يعني بنظمها بشكل معين وبعرضها ايه بشكل معين، بحيث ان انا اسهل عملية الفهم. فمثلا لو انا عندي مجموعة من البيانات بالشكل ده، يعني ممكن تعتبر مثلا ان دي اطوال منتج معين او ارتفاعات منتج معين. لو انت عايز تعرف هي ارتفاعات المنتج ده بكام، هتقيس طبعا الارتفاع بتاع المنتج الاول، وهتقيس الثاني والثالث وهكذا، فهتطلع بعدد كبير جدا من الارقام. لو انت بصيت لمجموعه الارقام اللي قدامك دي مش هتفهم منها اي حاجه، ومش هتطلع منها باي معلومه. انما لو احنا استخدمنا علم الاحصاء، احنا ممكن نحول الداتا دي، اعمل لها عمليه تنظيم وعمليه عرض بطريقه معينه، وهطلع بالشكل اللي قدامي ده اللي هو أقدر ببساطة أفهم منه معلومات. يعني مثلا الشكل اللي قدامي ده بيقول لي إن الارتفاعات اللي عندي مثلا من كذا إلى كذا، ماشي كده؟ طيب هو الارتفاع اللي هو مكرر كتير قوي اللي هو ارتفاع كام؟ فنقول تقريبا، طبعا احنا هندرس دي بعد كده بالتفصيل، الارتفاع اللي هو طوله 305 ده مكرر كتير، يعني في عدد كبير من المنتجات اللي عندي
ارتفاعها تقريبا 305، اللي هم عددهم كام؟ يعني عددهم 23. طيب الأعمدة اللي الارتفاع بتاعها كبير، هتقول لي ده عددهم ايه؟ عددهم قليل، في منهم أربعة بس. طب الأعمدة اللي الارتفاع بتاعها صغير قوي، هتقول لي برضو عددهم قليل، ده في منهم ثلاثة بس. فهمنا؟ يبقى أنا لما بصيت للرسمة اللي قدامي دي، قدرت أطلع منها بمعلومة إن معظم المنتجات اللي عندي ارتفاعها متوسط، والحاجات اللي ارتفاعها كبير عددهم قليل، والحاجات اللي ارتفاعهم قليل برضو إيه؟ عددهم قليل. فهمنا؟ فأنا قدرت أعرض البيانات اللي قدامي دي، اللي أنا ما أقدرش أطلع منها بأي معلومة، بطريقة معينة بالشكل اللي قدامي ده. طبعا ممكن أعرضها بأكتر من طريقة، فإحنا هندرس إزاي نوصف مجموعة من البيانات بطرق مختلفة إن شاء الله، هنبدأ من المحاضرة اللي جاية. أتمنى كده المحاضرة تكون واضحة بالنسبة لكم، وإن شاء الله نتقابل على خير المحاضرة اللي جاية، اللي هنبدأ نشرح فيها أو نتعرف على الديسكريبتيف ستاتيستكس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.